السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في سلسلة البتروليوم انجينيرينج from A to Z جروب J. واليوم بإذن الله هنتكلم عن جاكاب ريك. الجاكاب ريك واحد من الأوفشور ريكس، يعني اللي احنا بنستخدمها في البحر ولعملية الدريلينج ويلز، يعني لما بنيجي نعمل عملية حفر في الأوفشور بنستخدم الجاكاب ريك. وهي واحدة من البوتوم فيكسد، يعني الليجز بتاعتها دي بتبقى متثبتة تحت، غير طبعا في حاجة اسمها فلوتينج، يعني اللي زي الدريل شيب مثلا بتبقى الليفل بتاعها بيختلف حسب مستوى المد والجاز اللي بيبقى موجود في الماء. من أهم البروبرتيز بتاعت الجاكاب ريج إن هي بتتكون من مثلا من 3 to 4 ليجز، وبتتكلم وتكون من الهال ده اللي هو بيبقى حامل الكانتليفر بيم اللي هو بيبقى شايل الدرك، اوكي. ومن الميزات برضو بتاعتها ان هي موبيل او موفيبل زي ما بنقول، يعني بننقلها من لوكيشن للتاني. كمان عبارة عن ايه، خلي بالنا بقى من النقطة دي، لما بنيجي نعمل عملية دريلينج هنلاحظ ان الليجز بتاعتنا دي بتحصلها جاكت داون، يعني بتنزل لتحت، والهال بتاعنا بيرتفع لايه، لأعلى، عشان نقدر نعمل عملية إيه؟ عملية الدريلينج. طب مهندس لما بنيجي نعمل عملية موفينج، لا العكس بيحصل، الليجز بتاعتنا ده بيحصل لها إيه؟ بيحصل لها جاك أب، يعني بتصعد لأعلى، والهال بتاعتنا بتنزل ليه؟ لأسفل، عشان نقدر نعمل لها عملية الموفينج، أوكي؟ برضه من الخصائص بتاعتها إن هي بتحفر ل 500 فيت، يعني لو عندنا الآبار بتبقى في الغالب شالو دبس، العمق بتاعها بيوصل ل 500، نقدر إيه نستخدم الجاكاب ريك، ودي يعتبر واحدة من الليميتيشنز بتاعتها أو من المساوئ بتاعتها، أوكي. برضه من البروبرتيز بتاعتها إن هي بتبقى ستيبل زي ما قلنا، بيبقى ليها ليجز بتبقى متثبتة تحت، وبالتالي زي ما بنقول ما بتتأثرش كتير بمستوى المد والجاز اللي بيبقى موجود في المية، وبالتالي بتبقى فير ستيبل، أوكي. طب مهندس إحنا إزاي بنثبتها تحت؟ How to fix it on spot. في نوعين، في حاجة اسمها مات سبورتد، يعني زي ما احنا شايفين بيبقى في المادة بيبقى موجود تحت، وبيبقى في الغالب على شكل حرف ال A، وبالتالي بيبقى اللود كله وبيبقى موزع على ال A، على المات الموجود تحت ده، اوكي. النوع التاني بيبقى اسمها سبوت كانز، بتبقى على هيئة سلندر، بتبقى متثبتة تحت في الاند بتاعت الليجز، وفي النهاية بيبقى فيه زي سبايك كده اللي هو بيثبت تحت في القاع البحري، اوكي، او السي بيت. طب ايه انواع الجاكاب ليجز؟ الليجز بتاعتنا ممكن تكون على هيئة كولومنر، بيبقى يعني على هيئة اسطوانة، وبالتالي بتكون مفرغة من الداخل، طبعا الكوست بتاعتها بتبقى اقل، الكوست بتبقى ايه اقل، بس الاستابيليتي بتاعتها اقل، اوكي. وبالتالي مثلا يفضل ان احنا لو في عندنا ويلز الدبث بتاعها بيزيد عن ال 250 يفضل ان احنا ما نستخدمهاش، يبقى دي عبارة عن ايه، less stable less cost، اوكي، واستخدامها مش كتير زي النوع التاني اللي هو الاوبن تراس ليجز، اللي بيبقى الليجز بتاعتها علاقة ايه تراس، او زي ما بتوع الميكانيكا بيقول عليها الجاما لونات، اوكي. الكوست بتاعتها اعلى طبعا، الاستابيليتي بتاعتها اعلى، وبالتالي هي الاكثر ايه، الاكثر استخداما، وبتستخدم ل ديبر ديبس لما بتوصل لعندنا الديبس بتاعنا لل 500. كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا اللي كان بيتكلم عن الجاكاب ريج. لو في أي استفسار تقدروا تتواصلوا معنا لوحدة من الوسائل دي. إلى اللقاء في موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.